يقول إن زوجته طلبت منه أن يمكنها من تأدية فريضة الحج، وسوف تأتي كما يقول مع جمع من النساء في سيارة نقل بارس كما سماها، فهل علي من حرج إذا لم يكن معها محرم جزاكم الله خيرا، علما بأنها مريضة بالسكر والقلب؟ هذا أمر محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا ومعها ذو محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والجماعة من النساء لا يقومن مقام المحرم، وإنما هذا شيء قاله بعض العلماء ولا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، بل قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. المحرم هو من تحرم عليه من الرجال البالغين، من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. والمرأة إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، اشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر إلى أن يتيسر المحرم، فإن أيست منه فإنها تريد من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل في صفحة كاملة شيخ صالح، ملخص هذا السؤال أنه كثير الوسوسة إذا ما دخل دورة المياه أعزكم الله، ويرجو التوجيه كيف يبعد عنه هذا المرض وفقكم الله. بقي من السؤال الأول: نعم. تسمية على الوضوء إذا كان يتوضأ في الحمام. نعم. التسمية على الوضوء عند من يرى وجوبها كالإمام أحمد، يرى أنها من واجبات الوضوء، يسمي ولا يترك الواجب، لا سيما وأن ما يسمونها بالحمامات اليوم نظيفة. نعم. وليس فيها شيء من النجاسات في الغالب، تذهب مع الماء، تدفع مع الماء. فمن يرى أن التسمية واجبة على الوضوء يسمي عند بداية الوضوء ولو كان في داخل دورة المياه، لأن التسمية واجب. وأما من يرى أنها سنة